حدث في مثل هذا اليوم من رمضان من سيرة المصطفى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. في رمضان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وفيه جمع كبير من قريش، فيهم ساداتهم وكبراؤهم، فقام فيهم وفاجأهم بتلاوة سورة النجم، ولم يكن أولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل، لأنهم كانوا مستمرين على ما تواصى به بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهي خلاب، وكان أروع كلام سمعوه قط، أخذ مشاعرهم ونسوا ما كانوا فيه، فما من أحد إلا وهو مصغ إليه لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فاسجدوا لله واعبدوا، ثم سجد فلم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين، وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم، فارتكبوا عينما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه، وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين، وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها ما كانوا يرددونه دائما من قولهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. جأروا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يألفون الكذب ويطبون الدس والافتراء.